ما تضغطش عليا يا ياسين، عشان انا لو اتفجرت هقول لك كلام يضايقك. لا، قول كل اللي عندك يا حسن. يا ياسين، كنت بحبها. الدنيا اللي انت ضيعتها مني مرتين، مره دلوقتي ومره زمان يوم فرحك على هالة. فاكر؟ فاكر يا ياسين؟ فاكر لما ندهتني عشان استقبل مدير الامن وقلت لك اصبر، عايز اقول لدنيا حاجه مهمه؟ قلت لي هي دنيا هتطير، وقبل ما تخلص كلمتك طار الدنيا. يحيى خطفها وطار بيها، ودلوقتي قلت هطلع من هنا وابتدي حياه جديده انا وهي. لقيتك انت جاي بيها وبتقولي بارك لنا هنتجوز. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده، عمرها ما قالت لي، وانت عمرك ما قلت لي. انا ما اعرفش. انت طول عمرك ما تعرفش عني اي حاجه، طول عمرك عايش في حته تانية خالص. المهم تاخد اللقطه والضوء يبقى عليك انت لوحدك بس. حضرة الضابط ياسين راح، حضرة الافوكاتو ياسين جه، انما حسن ولا حاجة ولا أي حاجة. إيه كمان يا أبو علي؟ خدت منك إيه تاني؟ خدت مني كل حاجة يا ياسين، حتى دنيا اللي كانت أملي الوحيدة عشان أبقى بني آدم خدتها أنت مني يا ياسين. خلصت؟ قلت كل اللي عندك؟ طيب، أنا طبعا ممكن أقعد أعيط معاك وطبطب عليك بالكلام، بس أنا محبش أخدعك، وأنا مش بتاع كلام، أنا بتاع فعل. أنت عارف أي حاجة أنا خدتها بشقايق، دفعت تمنها مجهود وعلم وأعصاب، وفوق ده كله الضوء اللي وصلت له ما حرشتوش لنفسي، بالعكس أنا شاركته مع كل اللي حواليا، وأولهم أنت. أخطائك أنت بقى كلها أنا اللي بدفع ثمنها، مش باختياري. أنت بتقول أنا خدت كل حاجة، طب أنا عايزك تقول لي أنت اديتني إيه؟ قول لي حاجة واحدة بس، حاجة واحدة. أنا حفرت في الصخر عشان أبقى على القمة، حفرت في الصخر عشان اسم ياسين الجمال يبقى ختم في الشرطة، ختم في المحاماة، وانت جاي تكلمني عن الضوء. انا ما خدتش منك غير الضوضاء، ما خدتش منك غير الدوشة، انما انا عملت كل حاجة بشقايا بدراعي، بنيت ما حدش بنالي. ما تأخذنيش يا ابن امي وابوي، يا بختي من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. الموقف اللي انت مريت بيه ده انا ما سبتكش لوحدك، انا وقفت جنبك وسندت وطبطبت وحاسبت على فواتير مش بتاعتي. حسن، طول العمر هتلاقيني جنبك، ظهرك وسندك، لانك اخويا ماليش غيرك، عشان بس نخلص الحكايه دي. في الآخر يا أبو علي إحنا لبعض، سند وظهر وعزوة، بس بترجاك توعى للموقف اللي حصل لك. ربنا سبحانه وتعالى بيديك فرصة تانية، امسك فيها بإيديك وسنانك، ما تسيبهاش تفلت. هكون في استقبالك وأنت خارج. باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.